ختاما صفحة رياضية تقودنا إلى مسالك غولف هوارة بمدينة طنجة مع الزميل فؤاد الحناوي. هي المرة الأولى التي تحط فيها أسرة ريادة الغولف المغربي الكبيرة الرحال بمسالك الغولف لهوارة بمدينة طنجة. هذا النادي الحديث العهد الذي رأى النور في مارس من العام 22 و2000 والذي كان قد صمم من قبل بطلين عالميين في هذه الرياضة وهما غراهام مارش وفيجاي سينغا. وقد صممت المسالك بمواصفات عالمية تمتد على مساحة تزيد عن 110 هكتار وتتكون من 18 حفرة وملعبا من 9 حفر مصمم لتدريب المبتدئين واللاعبين ذوي الخبرة. أكثر من 200 مشارك ومشاركة يمثلون 19 ناديا حملوا العصي وحملوا خصوصا على أكتافهم الآمال العريضة لتحقيق التتويج بالكأس الثامنة السبت القادم. ويبدو بأن مختلف الأندية جاهزة وأعدت العدة للتنافس حتى آخر رمق، وذلك ما نقرأه في تصريحات جلال الناجي وهو عميد فريق الغولف الملكي أنفر المحمدية الذي كان قد حل في المركز الثاني العام الماضي. صراحة جايين غير مهم أكثر من عازمين، جايين هنا إن شاء الله بالميدالية الذهبية. صراحة درنا الشالوج على نفسنا ودرنا البريف على رتنا وإن شاء الله، واختارينا وليدات زوينين موتيفي طلبة معنا واحد رجل أعمال كل شيء مفاهمين. أصغر واحد عندنا عنده 16 عام وأكبرهم عنده 44 عام، دونك خدينا إكيب فرقة إبريد وإن شاء الله كلهم متحمسين كلهم موجودين إن شاء الله باش الميدالية الذهبية باش يكونوا على قد المستوى ديال النادي ديالنا اللي هو أكبر غولف في المغرب. في عندنا 4000 منخرط. نادي الغولف الملكي أنفر المحمدي إذن عينه كما باقي الفرق المشاركة على اللقب وتجريد نادي بالم غولف من مدينة الدار البيضاء من اللقب الذي أحرزه العام الماضي، حيث انطلقت المباريات الإقصائية التمهيدية قبل بلوغ الدور الربع النهائي الخميس القادم.